هذا الاحتفال سيصدمك، احتفالات غير عادية لم تراها من قبل في عالم كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. تسجل الكثير من الأهداف في عالم كرة القدم، وبالطبع الكثير من اللاعبين يحبون الاحتفال بطريقة مميزة داخل الملعب، ولكن هناك من اللاعبين من أخذ الاحتفال إلى مستوى أعلى، ولذا في هذا الفيديو سنشاهد احتفالات غير عادية لم تراها من قبل في عالم كرة القدم. لنبدأ. تقدم هذا اللاعب وقام بتعريض الكرة إلى زميله ليسجل هذا الهدف الجميل، لكن طريقة الاحتفال الرائعة كانت مميزة، فتابعوا كيف تشابك اللاعبون مع بعضهم لتكوين هذه الدراجة الهوائية. لنتابع هنا هذا الهدف الجميل الذي سجله حكيم زياش، ثم ذهب ليحتفل بالقفز عند الجماهير، لكنه انقلب بهذا الشكل المضحك ليسقط من على سور الإعلانات. وصلت الكرة إلى إديسون كافاني من رأسية زميله داخل منطقة الجزاء ليسجل هذا الهدف الجميل على الطائر، لكن لنتابع احتفاله الرائع وكأنه يطلق سهما من قوس. تقدم هذا اللاعب بالكرة وبعد ذلك قام بتمريرها إلى زميله، والذي قام بوضعها في الشباك بشكل جميل ليحتفل وكأنه رجل آلي بهذه الرقصة الاستثنائية والمميزة. لنتابع هنا أوباميانغ وكيف تقدم مع لاعبي بروسيا دورتموند وتمكن من تسجيل هذا الهدف الجميل، ليذهب بجانب المرمى ويتمكن من أخذ القناع الخاص بباتمان، وبهذا الشكل يحتفل مع مارك رويس كما ترون أمامكم. تقدمت هذه اللاعبة وتمكنت بهذا الشكل الرائع من استغلال عرضية زميلها لتحرز هذا الهدف الاستثنائي، والغريب أنها قامت بقلع التيشيرت، حسن الحظ أنها كانت ترتدي ملابس داخلية. هنا كرة تصل من الركنية على رأس هذا اللاعب ليضعها بشكل مميز في الشباك هدفا ولا أروع، فتابعوا احتفاله وكيف ذهب ليصعد على الدرج ويجلس عند الجماهير ويصفق لنفسه بهذا الشكل. تقدم نيمار لتنفيذ ركلة الجزاء وقام بوضعها باقتدار على يسار حارس المرمى ليحتفل بالرقص بوضع حذائه على رأسه بهذه الطريقة. بعد أن وصلت الكرة إلى هذا اللاعب من الركنية، تابعوا كيف حولها مباشرة وبلمسة واحدة نحو الشباك ليحتفل بالتألم والسقوط أرضا على جانبه بهذه الطريقة، احتفال غريب وغير مفهوم. تقدم هذا اللاعب بانفراد، فيمكنكم أن تتابعوا كيف راوغ حارس المرمى بشكل جميل، ومن ثم أودع الكرة في الشباك ليذهب ويقفز عند سور الإعلانات ليحتفل مع الجماهير، وهنا أحد الأشخاص يمنعه من القفز لكنه أصر ليسقط في الهاوية، ثم بهذا الشكل يقف ليخرج من المكان. تمريرة في غاية الإبداع تصل إلى كافاني داخل منطقة الجزاء، فتابعوا كيف أودع الكرة في المرمى ثم ذهب ليحتفل وكأنه يقوم بتمريرات رياضية، فيمكنكم أن تشاهدوا هذا الاحتفال الغريب من كافاني. تمكن هذا اللاعب من تنفيذ آخر ركلة ترجيحية وفاز هذا الفريق، فتابعوا حارس المرمى الفائز كيف يقفز على الأرض ويرقص بهذا الشكل ليأتي زملائه للاحتفال بالرقص أيضا بهذه الطريقة. تمكن أرين روبن بعد أن استلم هذه الكرة داخل منطقة الجزاء أن يقوم بإحراز هذا الهدف الجميل بعد أن سدد الكرة لترتطم بالقائم ثم ترجع إليه فيضعها برأسه في الشباك، ثم تابعوا كيف ذهب ليحتفل، ولكن يبدو أن العشب لم يكن جيدا للانزلاق فسقط بهذه الطريقة. هنا من هذه الكرة الركنية والتي نفذتها هذه اللاعبة لتقوم زميلتها بوضعها برأسها في الشباك هدفا رائعا، فيمكنكم أن تتابعوا كيف تقدمت اللاعبة لترقص احتفالا بهذه الطريقة الجميلة.
لنتابع معا هنا احتفال هذا اللاعب بالقناع الخاص برجل حاصد الأرواح. تصل الكرة إلى بونوتشي داخل منطقة الجزاء بعد دربكة في الدفاع، فتابعوا كيف تمكن من إيداعها في المرمى ليقفز عن سور الإعلانات ليحتفل مع الجماهير، فسقط أرضا بهذه الطريقة. لنتابع هنا هذه التمريرة المميزة والتي وصلت إلى هذا اللاعب ليقوم برأسية إبداعية بإيداع الكرة في الشباك، وبعد ذلك بقي اللاعب على الأرض ليحتفل بهذه الطريقة كما ترون. يبدو أن طريقة التسجيل تتناسب مع الاحتفال الرائع هذا. بعد أن قام لاعب تشيلسي بالضغط على لاعب الخصم الذي انزلق أرضا، فأرجع الكرة لتصل إلى سامويل إيتو الذي تقدم وأودع الكرة في الشباك، ثم احتفل وكأنه رجل عجوز، وذلك ردا على تصريحات جوزيه مورينيو أن سامويل إيتو كبير بالعمر ولن يستطيع تسجيل الأهداف. تم تعريض الكرة لتصل بهذا الشكل الجميل إلى فرانشيسكو توتي الذي طار في الهواء وأودع الكرة في الشباك، فتابعوا كيف قام بأخذ صورة سيلفي والمصور من خلفه كما ترون. تقدم لاعب نابولي هنا بانفراد بهذا الشكل وتمكن من التقدم وإيداع الكرة في الشباك، فيمكنكم أن تشاهدوا هذا الاحتفال الغريب الذي قام به وكأنه كلب يتبول على سارية زاوية الملعب. كرة ركنية وصلت بهذا الشكل إلى هذا اللاعب الذي أودعها في الشباك وسجل هذا الهدف الجميل لفريقه ليقوم بالالتفاف بأقمشة الإعلانات الموجودة على الأرض. احتفاله مبتكر ورائع أيضا. تقدم هنا لاعب أربي لايبزيغ وبهذه الطريقة سدد هذه الكرة لترتد من الحارس فتأتي إلى زميله الذي أودعها في الشباك، فذهب الأخير يحتفل بنفخ هذا البالون الأحمر ورفع رأسه إلى الأعلى. حسنا، يبدو أن احتفاله له دلالات لكن لم يوضح عنها. تحصل هؤلاء اللاعبين على ركلة حرة ثابتة فتم تنفيذها بهذا الشكل لتصل إلى هذا اللاعب فترتد من الدفاع، فيقوم الأخير بالالتفاف ووضعها في الشباك هدفا ولا أروع، ليقوم بوضع زملائه وكأنه مدرب ويقوم بالشرح لهم كما ترون خطة اللعب. احتفال رائع وجميل ومضحك أيضا. تمريرة في غاية الإبداع تصل من هذا اللاعب إلى زميله داخل منطقة الجزاء، يتمكن الأخير من إحراز هدف رائع كما ترون، ثم ذهب للاحتفال بلبس هذه القبعات الخاصة بالمهندسين. انظروا إلى هذه الصورة التي قام بإنشائها. تقدم هنا لاعب أرسنال كما تشاهدون بتمرير الكرة إلى أوباميانغ الذي أودع الكرة في الشباك، ثم ذهب ليحتفل بلبس هذا القناع، وكما ترون احتفاله المميز هذا لأحد شخصيات مارفل. هذا اللاعب كان يعرف أنه سيسجل هدفا في هذه المباراة، فقرر الاحتفاظ بمجسم الله، وبهذه الطريقة وصلت إليه الكرة وقام بوضعها في الشباك ليذهب للاحتفال مع المجسم الخاص به. تابعوا احتفاله الرائع هذا. بعد كسره للتسلل تقدم هذا اللاعب ليسدد كرته على الطائر فيصدها الحارس فترتد إليه، لكنه يرجع ويضعها في الشباك ليحتفل أحد الاحتفالات الغريبة مع مدربه بضربة RKO الخاصة بالمصارع راندي أورتن. سدد هذا اللاعب كرة قوية ارتدت من حارس المرمى إلى هذا اللاعب ليضعها الأخير هدفا في الشباك، فتابعوا كيف أخذ يحتفل بلاعب الضغط ولكن فوق العارضة بهذه الطريقة كما تشاهدون. تسديدة خرافية من خارج منطقة الجزاء أعلن بها هذا اللاعب أحد أجمل الأهداف على الإطلاق، لكن تابعوا احتفاله الغريب وكيف يجر جسمه على الأرض بهذا الشكل المضحك. تقدم هذا اللاعب وبهذه الطريقة سدد الكرة ما إن دخل منطقة الجزاء ليذهب ويأخذ الكاميرا الخاصة بالمصور ويلتقط صورا للجماهير كاحتفال داخل الملعب. تقدم هذا اللاعب وقام بتعريض الكرة إلى زميله
والتي ارتدت من أحد اللاعبين ليسددها اللاعب على مرتين، لكن الحارس يصد الكرة فترجع إلى اللاعب، وفي المرة الثالثة أودعها في الشباك. لكن لنتابع هذا الاحتفال المضحك من اللاعبين بلبس هذه القبعات والاحتفال برقصة جميلة كما ترون. تقدم لوكاس مورا وأخذ الكرة من زميله وأودعها في الشباك، فلنتابع احتفاله مع أحد زملائه بلاعب حجر ورق مقص ليفوز مورا بهذا النزال. أحد أجمل وأروع الاحتفالات على الإطلاق في تاريخ كرة القدم يعود إلى جيمي فاردي، والذي سجل هذا الهدف الجميل بعد انفراد في حارس المرمى يذهب ويكسر علم الزاوية الذي يحمل علم الشواذ أو مجتمع الميم. بصراحة أحد أجمل وأروع الاحتفالات في تاريخ كرة القدم على الإطلاق. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.